كل الناس مقدرها ان هي تنجح في اللي هي بتسعى ليه. ده امر واقع. في واحد، في ناس على فكرة حظها في الحياة احسن من ناس تانية عادي. في ناس من اول ضربة تجيب الجون وواحد ما يجيبش الجون غير بعد 90 و250 و300 محاولة. لما كنت بقول ان جوليان الفاريز الكرة بتحبه، فكانت الناس ساعتها ايه الكلام المتخلف ده، ايه جوليان الفاريز الكرة بتحبه، الاحصائيات والارقام وبتاع، انت راجل عبيط ولا ايه؟ فهي الحقيقة لما كنت بحب ادخل المناقشة دي كنت دايما بقول لهم كلمة واحدة، داروين نونيز. يعني داروين نونيز هو الانتي جوليان الفاريز. ليه؟ لان داروين نونيز بيعمل كل حاجة في الكرة ومفيش ولا حاجة عايزة تسدد. الناحية التانية جوليان الفاريز حتى لو غلط زي ماتشات كاس العالم تلاقيه كعبل ودخل بالكوره جون او خد ضربه جزاء من العدم، اللي هو في صرفه الدنيا بتسلك معاه. فاه هي الحياه ممكن تكون فيها جوليان الفاريز وممكن تكون فيها داروين نونيز عادي. لا بواد لا مشقوق كامل تعسر الدماغ باقي معري، كنت بنسان كل قلبي عمر رشات حقد فواحد غكال، نشف دمي كنشوف فيدي زرق صبر صار انكادي، ديفلوبي كل خطره جرح خضر مصغري كابر من كري، ما كنبانوش في نفس اللون ما كتحملوش دورو فلورو، ليش على كمارتي كترول كشي جيمر كنتسنى الدروب، على الاوردري كتقسم الطريق التورك بغيت مي نعاود لها الدرك، كلشي فيسي شي في عقلو شي في جيبو شلا يزرع فريق الفرق، قد ما صابر قد